معلنها ما بتكلمش في السياسة. بقول لكل الرجالة اللي عايز يشارك في الحلقة أنا غير مسؤول. بوسينة ولميس بينصبوا لكم الفخ وأنا مش هعفي. فخ ايه بس وموضوع ايه؟ التالت مثل بقى تقولوا ايه؟ وفخ ايه؟ سمعت قالت ايه؟ هو مثل موجود ولا لا؟ موجود مثل موجود. احنا بنناقش الامثال المصريه الشعبيه فلازم هو جزء الاثنين. خدت الموضوع يعني ما بتكلمش في السياسه. خدت الموضوع على اعصابك قوي ليه؟ ما بتكلمش في السياسه. في حاجه؟ مين قال لك ان دي سياسه؟ دي امثال شعبيه. ده اقتصاد. ده ماس. خليك كل بقى يا شيف عشان احنا بنقول لسه بسم الله الرحمن الرحيم بدايه الحلقه. فك كده وجمد قلبك. كانت بقالك حد واتنين. انا بخافش يا قلبك أستاذ. ميت خالص. انت عارف انا بخافش. انت ما بتخافش فعلا. ربنا يجعلهم كلامنا خفيف عليكم. مين دول؟ انا مش عارفه ليه يا شيف حسن حساك كده فيه هزه كده. مهزوز مالك؟ مهزوز؟ اه حساك مهزوز كده. ما انت جبل يا جبل ما يهزك ريح. اوعى تتهز غير حد واتنين خالص. صراحه يا سيدي الدراسه السعوديه بتقول ايه؟ ان تعدد الزوجات بيرفع من فرص الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه والشرايين شريان التاجي تحديدا حوالي 5 مرات اكتر من العادي. يعني لو جوزت اتنين هيجي لك كل الامراض دي. خلي بالك انا مش لاعب يا هميس. انا مش لاعب يا هميس. انا بقول لك الدراسه امراض قلب مين واوعيه مين يا بنتي؟ هو ده وجمال شريان تاجي. مالكم فيه انتوا الجوز؟ ما اللي اتجوز اتجوز. انتوا مالكم؟ اللي يقدر ربنا يوفقه مبروك عليه. طب غير الاضرار الصحيه بتاع غير علماء النفس والاجتماع والمتخصصين ورجال الدين اتفقوا الحقيقه على ان الزواج من اكتر من واحده له اضرار بالجمله مش بس يعني اضرار صحيه. يعني مثلا شيخ الازهر الشريف قال ان الزواج باكتر من واحده ظلم للمراه. انت كده بتظلم الست. والمتخصصين كمان قالوا ان الاصل في التعدد هو العدل ولن تعدل. طبعا صح. الاغلبيه مش بتقدر تعدل بسبب ظروف الحياه بقى، ظروف اقتصاديه، ظروف ماديه، ظروف صحيه. وصلات. فالحياه ده بيؤدي الى مشاكل كتيره جدا بين كل الاطراف. او ممكن مواصلات ممكن تقدر. ده بخلاف طبعا اتفاقهم على انه مفيش سعاده بتتبني على انها تهد بيت تاني. وكمان ثبت لهم انه الاطفال بيتاثروا نفسيا بشكل مرعب من فكره وجود زوجه تانيه في حياه ابوهم، وازاي انه حاجه زي دي بتاثر على تحصيلهم الدراسي وعلى شخصياتهم بشكل عام. وممكن كمان لما يكبروا يعملوا زي ابوهم، هو قدوه ليهم، والمشكله تفضل تكبر وتزيد وتتوغل على مدى اجيال واجيال 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 واجيال.